ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من المكلا محمد بامزعب المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ بامزعب. في البداية، كيف ترى في هذا الوقت بالتحديد دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة مليونية في سيئون، وكذلك كيف ستخدم هذه المليونية الهبة الحضرمية؟ هناك مخاوف من أن هذه أو الإجراءات التصعيدية أو المليونية ستقابل بقمع من قبل المنطقة العسكرية الأولى. تفضل. تحية لك أستاذ بسام والأستاذ المشاهدين أينما كانوا. طبعاً الدعوة هذه هي راح تكون إن شاء الله في سيئون في 12 من فبراير، والثاني عشر من فبراير هذا تاريخ مميز لدى الجنوبيين، وهو يوم الشهيد الجنوبي رحمة الله على شهداء الجنوب جميعا. الرسالة راح تكون من أبناء حضرموت جميعا، وطبعا الندى والدعوة لجميع أبناء حضرموت المطالبين بالحرية والاستقلال عليهم التوافد إلى مدينة سيئون يوم السبت 12 من فبراير. وأبناء حضرموت لا يحتاجون إلى دعوة مثل هذه، فهم دائما تواجون للحرية ودائما يكونون في المقدمة في كل ما يخدم قضية الجنوب عامة وحضرموت خاصة. سوف يوجه أبناء حضرموت رسالة إلى التحالف العربي، ورسالة أيضا إلى ما تسمى بالشرعية، ورسالة إلى المجتمع الدولي أن جميع أبناء حضرموت يرفضون استمرار تواجد هذه الميليشيات الإرهابية في وادي حضرموت المسمى بالمنطقة العسكرية الأولى، ويجب عليها الرحيل من حضرموت بعد هذا التاريخ فورا. طبعا الشعب داعم للهبة الحضرمية، والهبة الحضرمية مستمرة أيضا، وهم هؤلاء الشعب هم من قاموا بالهبة، وهم من بدأوا بالنضال منذ سنوات، وسيستمرون حتى تحرير كامل أرض الجنوب. ولكن المنطقة العسكرية الأولى بموجب اتفاق الرياض عليها الرحيل والذهاب إلى الجمهورية العربية اليمنية للدفاع عن أراضيهم ودحر ميليشيات الحوثي إن كانوا يريدون دحرها أو الانضمام إليها. هذا لا يهمنا، ولكن اللي يهمنا هو رحيلهم من وادي حضرموت وتسليم وادي حضرموت للنخبة الحضرمية، ومن ثم إلى قوة دفاع حضرموت الذي بدأ التسجيل فيها وسوف تتشكل في القريب العاجل بإذن الله. طيب أستاذ بامزعب، كذلك الدعوة وجهت للتصعيد في ساحل حضرموت لمكافحة الفساد. نحن نعلم أن المواطن في حضرموت قد لا يجد قوت يومه رغم ما تتمتع به هذه المحافظة من موارد نفطية وغيرها. طبعا لا يخفى على أحد أن هناك فساد مستشري في ساحل حضرموت وفي حضرموت بشكل عام، ولكن ما دام الكلام عن ساحل حضرموت، نعم هناك فساد، وهناك اعترافات من جهات كثيرة أن يوجد فساد، وما دل عن ذلك أنه يتواجد فساد هو ما أعلن من قبل الحكومة بأن هناك 600 و460 مليون دولار سلمت لمحافظ حضرموت ولم يحقق بها أي إنجازات. لم نرى ردود فعل واضحة من السلطة المحلية في محافظة حضرموت لدحر هذه الاتهامات من هذه الحكومة، الذي نحن نعرف أنها أيضا حكومة فاسدة وفاشلة. ولكن بعد رسو الباخرة اليوم في ميناء الضبة، وعلى ما يبدو أنها سوف تقوم بتحميل النفط الذي اتفق مع محافظة حضرموت من قبل الهبة الحضرمية أنه لا يحمل حتى تتم تنفيذ جميع متطلبات الهبة الحضرمية، هذا اتفاق رسمي بين محافظ حضرموت وبين قيادة الهبة. ولكن رسول الباخرة اليوم يدل أنه هناك شيئا ما، بعد ما طالبت الحكومة بإيضاحات بهذه المبالغ تم السماح للباخرة بالدخول، فإن تأكد ذلك فيبدو أن الفساد كبير. طيب برأيك، هل تتوقع أن يكون المشهد القادم في حضرموت ما بعد 12 من فبراير، يعني أن يكون هناك رضوخ للمطالب الهبة الحضرمية وكذلك المليونية التي ستقام في هذا الوقت؟
الهبة الحضرمية مستمرة وطلباتها سوف تنفذ اليوم أو غدا، أو تنفذ قبل 12 من فبراير أو بعد 12 من فبراير. نحن نعي جيدا أن هذه الحكومة الفاسدة حكومة مراوغة وحكومة تعتمد دائما على عامل الوقت، وقد شاهدناهم في اتفاق الرياض كم مماطلة ماطلوا بها المجلس الانتقالي وكم حاولوا التنصل من هذه الاتفاقية أو تأخيرها، وطبعا سيتنصلون من ما يتفقون عليه، ولكن أبناء حضرموت صامدون وسيستمرون في دائما من أجل تحقيق جميع متطلباتهم وكل ما وأنا دائما متفائل بأن أبناء حضرموت سينتصرون اليوم أو غدا، والمنطقة العسكرية الأولى سوف ترحل من حضرموت عاجلا أو آجلا. وأتمنى كل ما أتمناه من الأشقاء الذين لا زالوا يدعمون بقاء هذه الميليشيات في وادي حضرموت أن يضغطوا عليها بالرحيل حتى ترحل سلميا. فأبناء الجنوب عامة وأبناء حضرموت قد قالوها منذ زمن طويل، أما ترحلوا سلميا ولا من سلاح الثوار، وسلاح الثوار الآن بات مؤكدا وليتأكد الجميع القوات الجنوبية لا تبعد كثيرا عن حضرموت وهي في أهبة الاستعداد. إذا ما طلبوا منها أبناء حضرموت التدخل سوف يتدخلون في الوقت المناسب، فعليهم الرحيل قبل أن يرحلوا من فوهات المدافع. أنا أشكرك الأستاذ محمد بامزعب المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من المكلا.